برافو عليك والله بجد، انا استمتعت بكلامك قوي. بس خلينا الله نروح يخليك. لفريده. فريده كان موسم طويل، الموسم ده يمكن ابتدينا بشهر 8 بطوله عربيه، انت ما لعبتيش معاهم في البطوله العربيه، بس ده ما يمنعش ان انت كنت مشاركه في كل التدريبات وفي كل او في على مدار الموسم. شايفه الموسم ده يعني موسم صعب ولا شايفاه كان موسم سهل على النادي الاهلي؟ اكيد طبعا مفيش موسم بيعدي سهل خالص، اكيد كل فتره كويسه وفتره صعبه فتره سهله، بس اكيد الموسم في حاجات طبعا كنا على طول شادين اعصابنا فيها ولازم نتمرن بجد عشان عندنا دوري في اخر السنه لازم نكسبه. بس الحمد لله يعني بتبقى الموضوع بالنسبه للاهلي حاجه سهله، مش سهله بس يعني بتبقى دايما في صالحنا الحمد لله. الفريق كامل على طول، حتى لو في في غياب حتى لو في غياب عندنا ناس، سكواد بس محترم. على صحيح طول في صحيح. ناس هتبدل الناس اللي غايبه، فالحمد لله كلنا بنبقى قدها ونبقى نقدر طب نلعب شايفه ونكسب. السنه دي كان مين اقوى منافس؟ يعني كان في اكيد احنا انتوا لعبتوا كل في الدوري بتلعب رايح جاي ودورات مجمعه واحتكيت بكل الانديه، شايفه السنه دي مين اللي كان يعني مستعد كويس وشايفاه كانت ماتشاته بتبقى سهله؟ هو طبعا دايما بتبقى الزمالك، بس انا حسيت اكتر ان السنه دي كانت جزيره الورد عشان كان عندهم اربع لعيبه، الاربعه كويسين، الاربعه طبعا بينافسونا على طول في كل الايفنتات، بس انا حسيت ان هم دول كانوا جاهزين السنة دي اكتر. كانوا أحسن، كانوا جاهزين يمكن اكتر آخر من مباراة الزمالك. كانت معاهم صح؟ كانت 3-2، كانت بس 3-2. احنا كنا خسرانين 2-1، بس الحمد لله الفرقه قدرت تقف وتكمل وكسبنا 3-2. طب قولي لي أنت، يعني كل لاعب على يعني على مدار الموسم بيبقى ليه زي ما بنقول يعني فترة بتبقى صعبة عليه في الموسم، مش هتكلم على الموسم كله بقى فترة، هل مرة بيك الموسم ده فترة صعبة لا قدر الله كان في إصابة لا قدر الله كان في مثلا امتحان، يعني بيبقى في فترة صعبة في الموسم، مر عليك حاجة زي كده؟ كان في، بس هي الحمد لله ما كانتش إصابة، كان عندي في شهر 7 و8 كان عندي كذا بطولة ورا بعض دولية. فين بقى؟ سافرت تونس، تونس. بعد كده تونس دي سافرت كانت بطولة دولية. انت شاركت فيها تقريبا هنا برضه ولا دي حاجة لا ودي انا حاجة؟ شاركت انت اللي شاركت فيها، انا فاكر انا كان في وفريق حاجة. وايه تاني؟ وكان عندي بطولة العرب المنتخبات، انتخابات وفي نفس الوقت دي اللي كانت قبل الأندية، كانت قبلها كانت على في طول. الأردن. هي صحيح. هي وكان عندي برضه بطولة الفرق مع الناشئين 19 و17، وفي نفس الوقت ده كان عندي امتحانات في المدرسة، موسم صعب فكنت الموضوع كان صعب قوي صعب بصراحة. صعب. بس الحمد لله يعني ربنا وفقني وقدرت اوفق بين الاثنين الحمد لله. والحمد لله عدى كل ده، عدى على الحمد خير. لله طب عدى. انت يعني فرحانه بالحياه الزحمه دي؟ عشان برضو يعني في ناس تقول لك انا حياتي زحمه ولا بخرج مع لا اصحابي بس ولا هو اكيد طبعا بكون عايزه اشوف صحابي وانزل معاهم، بس لازم التضحيات دي تحصل عشان اوصل اللي انا عايزه اوصل له في التنس طاولة. صحيح مفيش حد بياخد كل حاجه يعني. صحيح. وبرضو يعني خليني اقول انه زي ما قالت يعني عايده انه الفريق فيه سكواد كبير، فممكن يكون فيه روتيشن اكتر، خاصه انت انا بتلعبي تحت 19 لسه عندك يعني سنه او اتنين، في روتيشن، في اعتماد المره دي على مجموعه من اللاعبات، ممكن بعد كده مجموعه تانية، فالواحد عشان يجي له الفرصه لازم يكون مستعد لها. وبيتهيألي بيبقى صعب تبعد عن التمرين لان ممكن تجي في اي لحظه. ايوه صح. صحيح. عشان واحد شدهم من ايه اللي ممكن يحصل في اي بالظبط يوم من الايام، فاحنا على طول جاهزين يعني. بالظبط، يبقى موسم صعب فعلا.